وهكذا يستكمل النظام عبر حملته العسكرية السيطرة على معظم جنوب دمشق، إذ تؤكد المصادر أن الحافلات الأولى قد دخلت من منطقة الزاهرة لنقل مقاتلي تنظيم الدولة من الحجر الأسود والتضامن ومخيم اليرموك، وستكون وجهتهم نحو البادية السورية، حتى أن أنباء تحدثت عن حرق تنظيم الدولة لمقراته في مخيم اليرموك تمهيدا لإخلاء المنطقة وخروجه بشكل نهائي. أما من تبقى من المدنيين فلم يجد أمامه سوى صرخات تقول: نحن من تبقى في المخيم، وطلبوا بفتح ممرات إنسانية، وهم العالقين هناك بدون دواء أو غذاء. يسدل الستار إذن عن تنظيم كان قد دخل إلى اليرموك في الأول من إبريل عام 2015، كما أسدل الستار من قبل عن هيئة تحرير الشام والتي أبرمت اتفاقا قضى بخروجهم من اليرموك. 32 يوما كانت كافية لآلة النظام لتحويل المخيم إلى شبه أنقاض، وهو المخيم الذي كان يختزل دراما النكبة الفلسطينية. وإذ تتشابه الحكايات الفلسطينية وكأن تاريخا يعيد نفسه مع اختلاف المكان وتشابه الأدوات، حينها خرجت القيادة الفلسطينية من لبنان بعد قتالها مع جيش النظام السوري، والذي كان يسعى لوضع الورقة الفلسطينية في جيبه، وهو ذات النظام الذي حاصر مخيم تل الزعتر عام 1976. لكن الفارق بأن قيادات فلسطينية قديمة كانت قد عرت هذا النظام بعد المجزرة آنذاك ورفضت التحكم بالورقة الفلسطينية. هزع النظام السوري العميق. انتهت الحكاية وتلاشى مكان مخيما يعيش على الذاكرة، وما زال النظام يتغنى بفلسطين، لكن هذه المرة على أطلال مخيم اليرموك.